فمنذ ما يقارب الشهر وعلى مدار الساعة والدقيقة ومشاهد القتل والتدمير والتهجير الممنهج لأهلنا في غزة بأبشع صورة يمكن أن يتخيلها البشر، وبرعاية وتمكين وتشجيع ودعم من بعض حكومات الدول الكبرى التي وللأسف تتشدق بتاريخها الطويل في الحضارة والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان. لقد ظلت دولة الاحتلال الصهيونية المارقة على القانون ومنذ 75 عاماً تمارس بآلتها الحربية القتل والقمع والتهجير والتنكيل في حق إخوتنا في فلسطين المحتلة، واليوم تنفذ واحدة من أبشع مجازر التاريخ والإبادة الجماعية ضد شعب أعزل ذنبه أنه يريد الحياة، لا ذنب له سوى أنه يريد الحياة، يريد العيش على أرضه ووطنه، على أرضه ووطنه.